بسم الله ابو الابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمه وبركته ومحبه مليانه ودهر الدهرين امين. كل سنه وانتم طيبين وازيكم وحشني وانا بعتذر لان في مرتين تم الاعلان ان انا احتمال اجي لكن ما قدرتش وكان فعلا ظروف ما تسمحش، لكن نشكر ربنا سمح النهارده ان انا اجي اخد بركه الصلاه معاكم وهذا المذبح المقدس وهذه الكنيسة اللي كلها بركة وأباء الكهنة المحبوبين جدا والشعب المحب للمسيح شعب برايتون. وأحب في البداية أطمنكم على صحة سيدنا أنبوبخوميوس، هو كويس خالص الحمد لله وغالبا على نهاية الأسبوع راجع مصر إن شاء الله. يعني هو مالي لح، احنا عايزين نمسك فيه شوية علشان يقعد، وانا عجبني اكل لندن طبعا وعايز اقعد هنا شويه، لكن هو مصر انه يرجع. ويعني الدكتور قال ما فيش مانع، الدكتور بتاعه ما فيش مانع، بس فيش شويه شروط كده، امل ان سيدنا يقدر في الابرشيه بتاعته يحققهم ويعني ما يبقاش في ضغط كتير عليه يعني ويبقى ما يحملهوش بأي مسؤوليات فكرية على الأقل. هو كويس جدا، ذاكرته زي الفل، منتهى الوعي، لكن بلا ما ينفعش تجهده في موضوع أو تحكي له مشكلة من المشاكل بتاعتنا اللي توجع القلب زي مشاكل الخطف والأتلمة والمش عارف إيه والحوادث اللي بتحصل، ما ينفعش يتعرض لأي موقف من المواقف اللي زي كده. آمل إن شاء الله هناك يقدروا ياخدوا بالهم، وخصوصا في من ولاده جم من هناك هنا وسمعوا الكلام ده بودانهم وإن شاء الله سيدنا، لكن هو يأكل كويس ويمشي ويتحرك ويقوم ويقعد براحته. يعني مع الأخذ في الاعتبار إنه جاي من مرض، يعني مش بيجري مثلا، لكن يتمشى كويس ويتكلم كويس وكل حاجة كويسة الحمد لله. صلواتكم لي ودايما نذكره في صلواتنا، هو الحقيقة تعلقنا، أنا متعلق بيه من زمان طبعا من ساعة رسمتي، يعني تحديدا من ناحية الأنبا استفانوس الله ينيح نفسه ويدي العمر الطويل للأنبا استفانوس الحالي لما أخذني مع السودان، ويعني من هنا بدأ الارتباط من شهر 12 من أعتقد من شهر 12 ولا من شهر 2 شهر 2 تقريبا 92 بالضبط، لكن زاد ارتباط الكنيسة كلها به لما كان قائم مقام وقاد السفينة بسلام وبركة ووصلها للميناء بسلام وسلم الأمانة لقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ويعني الدنيا القلوب كلها متعلقة بيه، يعني ياما أباء بيمرضوا ويتعبوا محدش يحس بيهم، لكن هو الحقيقة مسلمين قبل المسيحيين في مصر مسؤولين وشعب عامة الكل يسألنا عليه ويطمن عليه وبيحبه لأنه ترك بصمة شديدة جدا في قلب كل واحد، بصمة محبة وسلام واتضاع اللي احنا شفناه فيه. وقراءات اليوم زي ما قدس البابا يمكن سمعتوه بيقول ان شهر بابا دايما القراءات بتاعته على معجزات السيد المسيح، المسيح العجيب ومعجزات السيد المسيح له المجد، والمعجزة هنا هي صيد السمك الكثير في مكان ما ينفعش يصطاد فيه سمك. سيد المسيح راح عند البحيرة، بحيرة جنسار، ولقي سفينتين موجودين، دخل واحدة فيهم خاصة بشخص بيجي ذات أهمية في الكنيسة المقدسة، هو كان كبير في السن لكن كان قوي جدا في إيمانه، منفعل شوية لكن كان عظيم جدا في الإيمان بتاعه، وهو القديس بطرس الرسول. دخل السفينة التي لبطرس
والسفينة التانية كانت بتاعت ابني زبدي يعقوب ويوحنا، يعني الاثنين شخصيات كلها الاثنين بتوع السفينة التانية وسفينة القديس بطرس، وكانوا شركاء مع بعض زي ما بيقول الإنجيل. واللي أنا عايز أتكلم فيه معاكم النهاردة كيف يكون مسيحنا إله المستحيلات، وكيف نتذوق حلاوة المستحيلات. الغير مستطاع عند الناس مستطاع لدى الله، وعلمنا القديس بولس الرسول لما قال أستطيع إيه؟ كل شيء، كل شيء. كل دي حط تحتيها 100 خط في المسيح يسوع الذي يقويني. دايما نلاقي حاجات عجيبة جدا، اللي عينه عمية سيد المسيح يجيب طين وحطها على عينيه، ده الطين يعمل زيادة، لكن يروح يغسل عينيه ويرجع عينيه بصيرة. معروف السمك ما يبقاش في الأعماق أبدا، السمك دايما. أنا كنت بسيط سمك فأعرف أقول، يعني السمك دايما في المنحنيات بتاعت الأرض وفي الزراعات اللي تطلع في المي، وما يبقاش في العمق أبدا. العمق يبقى سمكة من الأسماك الكبيرة قوي دي اللي هي بتاعت الحيتان، ودي مش بتاعت شبك. الحوت ما يتصادش بشبك، ده الحوت يتصاد بطرق بقى يعني غير كده خالص يعني. لكن يقول لي مدخل للعمق وصيد. اللي يسمع الكلام يقول له حظ، يصيد سمك كثير. وهكذا مسيحنا دايما يقول لمن يهلك نفسه يجرى له يجدها. يا رب ده لكن يهلك يعني ازاي يعني ايه يا ربي؟ يقول انا عندي كده، انا بتاع المستحيلات، بتاع الغير مفهوم للعالم. انا اموت عشان احييكم. يا عم تموت ازاي عشان تحيينا؟ هي كده، عندي الهنا كده، عندي مسيحنا كده. ادخل للعمق وسيد السمك. دخل التلاميذ للعمق قالوا لي يا سيد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك نلقي الشبك. دي نمرة واحد، اسمع صوت مسيحك نمرة واحد. زي أم العذراء لما قالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك، وابونا إبراهيم وأم نصارلة عايشين ما بين النهرين الخضرة والزراعة، اطلع واسكن معايا في الصحراء. حاضر يا رب انا طالب. طب خد اسحاج وقدم ذبيحة. حاضر يا رب. استيقظ باكرا. ايه ده؟ في البداية قول حاضر يا رب بدون مجادلة. احنا عمالين نجادل مع ربنا ونعافر معاه، وعايزين ربنا بمزاجنا احنا مش بفكر الله القدوس. كتير في مواقف الحياة بتاعتنا نحن نرفض اللي بيعمله ربنا. ربنا يطول عمركم. من الحاجات المعروفة جدا لما حالة وفاة تحصل، يا إله السماء، المفروض تقول له ايه؟ على كلمتك نلقي الشبكة. خلاص يا رب اصمت يا رب لا افتح فمي لانك انت فعلت. في حاجة انت بذلت فيها مجهود وعملت كل طاقتك، تعبنا الليل ايه كله تعبنا، عملنا باللي علينا، لكن ربنا وما صدناش.
خلاص شوف ربنا عايزك ايه، عايزك تعمل ايه بعديها. لا تجادل ولا تناقش كثيرا. تقعد تجادل وتناقش، متأسف، انت اللي هتخسر، انت اللي هتخسر. إلهنا قدوس ولم تكن محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. أنت اللي هتخسر. أنا هل حد وهنكرك يا رب؟ مين اللي هيخسر؟ أنا اللي هخسر، هو مش هيخسر. لكن هو بيحبني، يقول لي يا ابني تعالى اسمع الكلام، اسمع كلامي، من فضلكم قل لربنا على كلمتك ألقي الشبكة. خلاص ربنا أصدر أمر، صدر الأمر ورثي، قل له يا رب على كلمتك هلقي الشبكة. خلاص أنا ما عنديش حلول، أنا الحلول كلها بذلتها طول الليل، والعلم والمعرفة والعقل بتاعي قال لي مكان الصيد أهو، قعدت أصيد ما صدتش. لكن أنت بتقول في العمق، يبقى أنا في العمق. دي نمرة واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. لا تجادل مع الرب إلهك، وشوف البركات العظيمة اللي هتحصدها. شوف، معروف يوسف الصديق سمع وراح ورجع عظيم جدا، وقصة الكتاب المقدس ما أكثرها وما أعظمها وما أحلاها. ليكن لي كقولك، أو على كلمتك ألقي الشبكة، أو أصمت يا رب لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. لا، هنأذن يا رب، حاضر أنا هنفذ كلامك. كل اللي عملوا كده صادوا كتير جدا، جمعوا وأخذوا بركات عظيمة جدا. لا تجادل في أمر الرب إلهك، من فضلك لما جيلك أمر صريح وواضح. بس بقول لكم اوعى تجري ورا الدراويش. واحد درويش كده يقول لك اعمل وده امر ربنا، تروح تجري وتروح. انت عارفين اتكلمت على الدراويش انا في حلقه في التلفزيون. الدرويش ده اللي بيدرويش ويقول لك اديني لله. لا، احنا امر ربنا الصريح الواضح في الانجيل هو ده اللي نجري وراه. لكن واحد يدروش، ان شاء الله يكون اسقف زي حالاتي، ان شاء الله يكون كاهن، ان شاء الله يكون لا، اسمع وافرز، وامر الله واضح. كلام مسيحنا عدل، ما فيهوش اي التباس، ويدي راحه شديده جدا في الضمير. نمره واحد، اسمع صوت الرب اله. نمره اثنين، ثق في عمل الرب اله. عمل الرب إلهك أنه يستطيع. حياة الإيمان بعمل الله. قديس بولس الرسول يقول آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم. ده في قراءات النهار. إيمان هو دايما نكتب مذكراتنا الشخصية ونصدقها ونعيش فيها، لكن عمل الله أحسن حاجة ننساها. الله بيعمل عمل خاص مع كل واحد فينا، كل واحد فينا له عمل من يد الله حدث معه، كل واحد فينا. وبصفة عامة الله عمل أعمال عجيبة مع شعب الله. ترى هل تتذكر عمل الله معك؟ هل بتقول لربنا إحساناتك جديدة في كل صباح يا رب؟ لما أنت بتقف وتقول له نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أنت بتشكره صحيح ولا عشان علموك في الكنيسة وأنت حافظ الحكاية دي؟ مهم أن يبقى عندك إيمان بما تقول. آمنت لذلك إيه؟ تكلم. عندك إيمان اتكلم، عندك إيمان صلي، عندك إيمان علي صوتك،
عندك ايمان حدد بكم فعل بك الرب، لكن ما عندكش ايمان وتقعد تحكي وتقعد تتباهى وتتفاخر وانت من جوه هش فاضي، اي حاجه تحصل معاك تقلب وتعدل تدينا الجانب الاسود اللي فيك. ليه كده؟ فين اين هو ايمانكم؟ فين ايماننا؟ عارفين لو كاتبين سفر حياه لعمل الله معانا نفرح بربنا ونرجع في السفر ونقرا يا انا في ضيق يا رب، لا ده في اليوم الفلاني ده ربنا عمل معايا عمل والضيقه كانت 10 أضعاف اللي انا فيها دلوقتي والله اشتغل، يبقى لسه الوقت. تعزي نفسك وتفرح قلبك بنفسك ان عشت حياه الايمان. الايمان مش كلام، ثقه بما يرجى واقام بامور لا ترى. الايمان شيء محسوس تعيشه وتدوقه وتفرح بيه. احنا دايما عايمين على السطح، ما بنحاولش ندخل في عمق الحياه مع الله، واخدين قشور الحياه لكن بندخل في العمق وعمق العشره مع الله وعمق عمل الله معنا كدي سترنا وكدي اعنا وكدي حفظنا وكدي قبلنا اليه وكدي اتى بنا الى هذه الساعه وكدي صنع بينا معجزات وصنع معانا ايات وصنع بينا وانقذنا من مشكلات وحللنا وعمل عجيب جدا. اسم الله القدوس علينا في بلادنا، ان كنا في السودان ولا كنا في مصر ولا كنا في البلاد التانية، عمل ايه ربنا معاك؟ ده يديك ايمان، يحسسك انك انت ليك ضهر تمشي كده وتقول انا ابن المسيح، انا ابويا ملك الملوك ورب الارباب، امنت لذلك تكلمت. اسمع صوت الرب الهك ونفذ الامر صريح، حتى لو عقلك بيقول لك ان ده ما ينفعش، طالما الامر انجيلي ثق تماما، الله قال ويفعل، امر ويقدر ينفذ حتى لو تعبت الليل كله ولم تصطاد شيئا. تاني حاجه، عيش حياه الايمان، ابحث شوف معاك انت، انا مش بقول لك اجرى براك، اجرى جواك انت قد ايه ربنا عمل اعمال عجيبه معاك، واجرى قصص ابطال الايمان. ابطال الايمان، خدوا بالكم ابطال الايمان اللي حفظوه ابائنا القديسين، حياه ابائنا الشهداء، حياتهم وسلوكهم. تاني، حياتهم وسلوكهم. كتابات القديس كيرلس عمود الدين والقديس انبا اثناسيوس الرسولي، القديس يوحنا ذهبي الفم، وقديسين وقديساء كثيرين كتبوا عن حياة الإيمان. اوعى تفهم ان حياة الإيمان هي شوية المعجزات، لا، المعجزات ده حاجة صغيرة خالص، لكن الإيمان العشرة مع الله، حياة أبانا القديسين مع الله وتذوقهم لحلاوة العشرة مع الله، زي ما قال الشيخ الروحاني: أولئك يا رب الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكنة في وسط الناس، خرجوا للصحاري والبراري وشقوق الأرض، رايحين يريدوا أن يقدموا لك شيئا فلم يجدوا سوى ذواتهم، يقدموها ذبيحة حية مقدسة مرضية أمامك. ناس طلعوا يقدموا أجسادهم ذبيحة مقدسة لله، عشان إيه؟ داقوا حلاوة حب المسيح، مش داقوا معجزاته. احنا المعجزات ايه غير ان عايزين الورق بتاعنا يتجبل في المحكمة او القاضي يحكم لنا
او نفتح المشروع او نشتري التاكسي او نعمل الرخصه او نطلع من المشكله دي او الواد يتجوز او البنت تخلف. ادي شويه معجزات نفايات زباله لا مؤاخذه، هي دي اللي بنعتبرها يعتمد عليها ايماننا؟ لا لا لا، ايماننا يعتمد على تذوقنا لمحبه الله لينا اللي جالنا من السماء على الارض. ايماننا نعيش حياه الاتضاع الحقيقي اللي علمه لنا مسيحنا. ايماننا هو حياه البذل للاخرين كما بذل ذاته وبذل دمه لينا. مسيحيتنا شوفوا ثمر الروح، محبه وفرح وسلام وصلاح ولطف وداعة وتعفف وطول أناة. إيه ده؟ هو ده اللي ندور عليه، هو ده حياة الإيمان. نفذ أمر الرب إلهك، عيش حياة الإيمان. ثالث حاجة، عندما يصنع الرب معك عملا عظيما شارك الآخرين، ما تبقاش أناني. قديس بطرس الرسول اول ما صادوا السمك قال له ايه؟ ولما فعلوا ذلك جمعوا سمكا كثيرا جدا وكادت شباكهم تتخرج. اشاروا الى شركائهم الذين في السفينه الاخرى، تعالوا خدوا من السمك الكثير اللي ربنا اداهولنا. اوعى تبخل بعطيه الله وما تدوكش الاخرين منها. قل للآخرين ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تعلمنا كده الأنانية الشديدة. ربنا عمل معاك عمل، يعني ادالك فتح لك طريق رزق، طريق علم، طريق أي طريق. الله عمل معاك عمل عظيم، مش عايز تقول للآخرين لحسن يشاركوك. أنا أذكر وإحنا طلبة في الجامعة ومعايا من الزملاء هنا، كنا ليلة الامتحان نلف بالعجل على زمايلنا لحسن يكون في تمرين جالنا كده مهم، ولا حد قال ده حاجة مهمة علشان نوصل لزمايلنا يعرفوا يحلوا الامتحان. أيام الجامعة وفي ثانوي وغيره وغيره وغيره. إيه؟ ربنا فتح لي طريق، ليه أعيش فيه لوحدي؟ ليه ابقى اناني؟ ليه ما اخليش الاخرين اقول لهم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب؟ ادعي شركاتك قول لهم تعالوا، ربنا اداني خير كتير من ربنا، ما تخافش. يقول الانجيل فاتوا وملأوا السفينتين حتى كادتا تغرقان. السمك هيكفيك ويكفي شركاتك ويزيد كمان. بلاش الأنانية، روح الأنانية اللي فينا اخلعوها وانفتح على الآخر. تلاقي ربنا يقول لك تعالى ما تخافش، ده أنا هخليك تعمل قال إيه؟ أمين في القليل قال أقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك. قال لبطرس من الآن تكون صيادا للناس. تعالى تبقى معايا، انت هتبقى صياد للناس، وانت الصخره اللي هبني عليها كنيستي، وانت 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 و... وقال له وعود عظيمه وجليله وجميله جدا. عندما ننوي الحياه الحقيقيه مع الله نرتقي من درجه الى درجه ومن سلم الى سلم لغايه ما نوصل ونتذوق حلاوه العشره الكامله مع المسيح هناك في السماء. يقول نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نمرة واحد، نسمع صوت الرب إلهنا وننفذه حتى لو ضد الفكر بتاعنا ولا ضد العلم بتاعنا ولا ضد المعرفة بتاعتنا. ده مهم جدا. كن مطيع للرب إلهك. أحب أحكي لكم حكاية صغيرة كده لطيفة على الموضوع ده، على سماع صوت الله. هي قصة رهبانية
الرهبة أنا أول حاجة إيه؟ طاعة. أول حاجة طاعة. على فكرة الرهبان جبل آسس يقعدوا طول حياتهم يدرسوا في الطاعة ويجروا في كتب الطاعة لغاية من أول ما يدخل لغاية ما يتنجح. فالرهبانة طاعة. فراح عند نيابة الأنبا توفيلس الله ينيح نفسه واحد كان واخد مؤهل عالي، واخد بكالوريوس زراعة واخد ماجستير ودكتوراه في الزراعة ورايح يترهبن. فقال لي يا ابني انت اهلا وسهلا عايز تترهبن؟ ايوه سيدنا انا سبت الدكتوراه وسبت الدنيا كلها وعايز اترهبن. فأنبا توفيلس بتاع الدير السريان، معرفش حد فيكم يعرفه ولا لا، الله ينجح نفسه، قال له حاضر يا ابني. طب خلاص كتر خيرك انت جيت لنا في الميعاد، احنا عندنا شويه بصل عايزين نزرعها. بصل تعرفين البصل وزراعه البصل سهله يعني، بس خد بالك يا ابني الدير بتاعنا هنا التربه بتاعته لما نزرع البصله ما نحطهاش براسها في الارض، نحطها بالظهر، ها نخلي الراس فوق سامع يا ابني؟ اهي بص. وراح زارع قدامه ايه بصلتين. خلاص يا ابني؟ قال لي خد بعضيه سيدنا ودخل ورجع بعد شويه. يا ابني زرعت البصل؟ قال لي طبعا. راح بص الجيزه راحهم لعدلين يعني زراعه مظبوطه يعني. هو طبعا ايه قال ايه ده راهب ودماغه مش عارف اللي في الدنيا ومش عارف حاجه، فايه يا عم ده دكتوراه في الزراعه يعني ما مش حاجه يعني. فزرعهم زي ما بيقول الكتاب. طلع وبص كده عليهم انبا توفيلس وقال لا زرعتهم ازاي؟ قال له العلم بيقول كده يا سيدنا. قال له العلم يا ولدي طب لم شنطتك واتكل على الله. انا بزرع طاعه مش بزرع بصل. انا بزرع طاعه مش بزرع بصل. اهو ربنا يسوع عايزنا نزرع طاعه مش نزرع بصل. احيانا بنزرع بصل احنا، يبقى هو يقول لنا الامر، الكنيسه تقول لنا الامر في الصيامات في الصلوات في القداسات في الاعتراف في الاسرار، ونقول ايه ده وعشان ايه ومش عارف ايه ونناقش ونجاد. يا عم نفذ الامر، نفذ الامر طالما هو امر الهي، طالما امر الهي واستقر في الكنيسه خلاص نفذه. الله عايزنا نزرع طاعة في داخل قلوبنا مش نزرع بصل بالطريقة إياها. نمرة واحد ننفذ أمر إلهنا. نمرة اتنين نعمل إيه؟ نسينا. نؤمن، آمنت لذلك تكلم. إيمان إن الله يستطيع، يستطيع أن يعمل، وهو يعمل، هو بيعمل وعمل معانا بصفة خاصة وعمل معانا بصفة عامة. عمل معانا، تذكر عمل الرب إلهك لتحيا الإيمان وتتذوق الإيمان. يبقى أنت بتنفذ وتطيع وعندك إيمان زي أبونا إبراهيم ما كان عنده إيمان إن ابنه ده هيرجع حي. قال لهم كده نذهب ونرجع إليكما، قال للي معاه الله ترجع إليه. الله قادر، كان مؤمن أن الله قادر أن يقيمه حتى بعد ما يقدمه محرقه، هو عنده إيمان. ثالث نقطة، اشرك الآخرين واطلع من الأنانية اللي انت فيها عشان ربنا يفرح بيك. ما تخافش الخير اللي عندك والبركات الروحية اللي عندك اشرك فيها الآخرين، ربنا هينمي ويكتر ويزيد حتى كادت تغرق. رابع حاجة، الله بيكمل والأمين في القليل الله يقيمه على الكثير، زي ما عمل مع بطرس ومع ابني زبدي، اختارهم يصطادوا الناس واختارهم يكونوا تلاميذ له. الله قادر أن يبارك هذه الكلمات واجعلنا سامعين وعاملين بها. له المجد الدائم في كنيسته من الآن والأبد. آمين.